وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أمن لابد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حلقاته فأذوب من وله ويهتف خاطري الله الله. في هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية تحفيظ القرآن الكريم بجامع الدخيل، عنيت بتعليم كتاب الله حفظا ومراجعة وتطبيقا. وضع منهج للطالب، منهج علمي للطالب متكامل من الصف الأول ابتدائي إلى الصف الثالث ثانوي، منهج متكامل ليفهم الطالب ماذا يحفظ وماذا يقرأ من كتاب الله. هنا في أكاديمية الدخيل نسعى جاهدين إلى تحقيق الريادة في تعليم كتاب الله بفكر أكاديمي ورؤية تربوية متخصصة. في هذه الأكاديمية نساعد الطالب على محبة كتاب الله تلاوة لكلامه وتدبرا لآياته وفهما لمعانيها، لأن التدبر خير معين على فهم كتاب رب العالمين وتطبيقه من خلال قيم متعددة صنعت من أجله لتقويم أخلاقه وآدابه وفقا للشريعة الإسلامية في برامج متميزة مثل التدبر والأخلاق والآداب والأدعية والأذكار. ومن أحيا كتاب الله أوله به يلقى الإله إذا توفى. نحن في هذه الأكاديمية نعنى عناية خاصة بالمعلمين والمشرفين والعاملين ونطورهم مهنيا وذاتيا. وفي سنواتنا الأولى حفظناه يزيد وداد صحبتنا بصحبته وتأتلف القلوب إذا تلوناه، لأنه قد بلغ من الإيمان منتهاه، فهو يقول لو أريت الجنة والنار وكشف عني الحجاب وأريت الجنة والنار ما زاد ذلك في إيماني شيئا. إذن الصحابة اهتموا بهذا الجانب، بينما نحن اليوم لو ننظر في حياتنا وننظر كيف نتعامل مع القرآن مباشرة نتوجه لحروف القرآن وإلى التجويد وإلى معرفة الأحكام الظاهرة في القرآن، لكننا لا نهتم، قليل منا من يهتم بالجانب الإيماني وترسيخ الإيمان. معنى هذه الآية إن الله وحده نزل القرآن العظيم على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وتعهد الله بحفظه من الزيادة والنقصان ومن عبث الإنس والجان. أنا أحب القراءة، شغفي بها حينما أهدى إلي أستاذي في الحلقة كتاب استمتع بحياتك ثم قرأته. بدأت أطلع إلى بعض الكتب وأشتري بعضها وأزور بعض المكتبات وأستعير بعض الكتب من أصدقائي، ودوما والدي يشجعني على القراءة. لقد أثرت الحلقة في ابني فيصل أحسن تأثير. أنا أحفظ من القرآن الكريم 5 أجزاء وأحب القراءة. كنت أتمنى أن يحفظ القرآن ابني عبد الله، فالحمد لله قد أتم حفظه. أنا أحفظ القرآن الكريم كاملا وأحب القرآن الكريم.